الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتابع مع بعض اليوم لعبة بورتال 2. طبعا سويت لها فيديو قبل اسبوعين تقريبا، الفيديو الاول كان في القناة. اتمنى يكون عجبكم، يعني ما كان فيه مشاهدات كثير، بس يلا بنشوف مع بعض. هذه مودات للعبة، نجرب كذا مودات ممكن نشوف هذا المود. Welcome test subject, it's Cave Prime from Earth 1. I am speaking to you from across time and space. I am literally in the future. بسم الله. يعني مودات هذه اضافات تضيفها، يعني all right, my assistant Greg tells me none of that's true. Got excited. ناس يسوونها. You are the first test subject we have ever sent into a parallel universe, which apparently has nothing to do with time travel. Still exciting. Anyway, you should be seeing a test chamber in front of you. We designed it. Those backwater universe yokels built it, and you're gonna test it. Remember, you gotta طيب let us نختبر. Know if it works or not. Otherwise, you're wasting everybody's time on two Earths. All right, get to it. نختبر هذا الغرفة. Which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. طيب. Okay. While I was out investigating, I found a fascinating new test element. It's never been used for human testing because, apparently, contact with it causes heart failure. The literature doesn't mention anything about lump of coal failure, though, so you should be fine. طيب، طبعا هذا الليزر مميت، إذا لمسني الله يرحمني. لازم أحط هذا قدام الليزر. طبعا اللعبة لعبة تفكير، لعبة الغاز، لعبة بازل، لعبة تفكير وكذا. شوف كيف هنا الليزر أثر علي. طبعا ما في عداد كذا للقوة والطاقة اللي هنا. لا نشوف السالفة هنا ايش. نضغط ايش صار. اوكي دخلت من هنا، اضغط افتح الباب. ايوه طيب هذه الفكره، تضغط الزر هذا عاد كيف تخلي هذا الزر ثابت؟ لازم تحب عليه هذا الصندوق، ما يعدي هذا الصندوق من هذا الجدار طبعا. ف يعني هنا المعضله، وهنا اللي لازم تفكير فيه، وهنا اللي لازم الواحد يدور ويضغط ويفكر ويحاول يدور وين كيف نعدي الصندوق هذا كيف. يعني طريقة اللي نخلي فيها الصندوق على هذا الزر عشان يعني يفتح الباب ونمشي، يعني نطلع من هذه الغرفة. وهذا اللغز هنا ممكن ايوه صار لون اصفر، ما ادري يعني ايش صار. اوكي افتح الظاهر، والله صار شيء ما اعرف طبعا. يا الله احيانا موضوع يعني لما تطول كذا وكذا وكذا احيانا والله تحبط مثلا. شوف كيف هذا المفروض يصير، هذا المفروض اسويه، اضغط هذا الزر وخلي الزر ممكن هنا باب من فوق يطيح عليه، يطيح من فوق الصندوق او المكعب ما فيه. فهذه الفكره، يعني لازم افكر كيف اخلي المكعب هذا. حاولوا تفكرون معاي، ممكن الزر هذا له دور يشغل شيء. طبعا هذا الحين انا قاعد العب شيء مو برسمي اللي سوته اللعبه، هذا تقريبا اضافه سووه ناس عشاق اللعبه، يعني مود الحين اللهم يعني. ف يعني مستوى الصعوبه مثلا، او هل يعني هل تنحل، ما ادري يعني ما اعرف. يعني ما هو يعني شغل رسميا من انتاج اللعبه، هذا اضافات، فهمتوا كيف؟ ف احيانا يعني الاشياء المضافه هذه ما تكون يعني اوه كيف صار هنا؟ لا 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 كيف؟ كيف؟ اوه
فهمت الحين، فهمت تقريبا. نحط هذا هنا. ايوه شايفين هذا الزر يحط لك المكعب هنا. عاد كيف جاء هنا واو، هذا الزر يسحب المكعب تيلبورت. الحين فتحنا، عاد لازم نمشي نعدي من الديزر ونيا من ورا. والله يا سلام، يعني هذا يسحب المكعب يوديه كاختفاء الليزر. هذا ليزر اختفاء، ليزر يعني نقل يعني نسوي نفس الطريقة. خلاص عرفنا الموضوع يعني هذا. اوكي زين زين يعني، وهذا الموضوع الآن يحاولون يعني خطوة وخطوة ويصعبون العملية. مثل أنا اكتشفت هذه الحركة، اكتشفت هذه الفكرة، اكتشفت هذا الحل بالمرحلة اللي قبل. الآن نجيك هذه المرحلة يا حلو، ونوريك الحين، نوريك شو نسوي فيك الحين. نسوي الآن، الآن حله عن استطعت. فالله يستر يعني الآن، الله يعين. أوكي اختفى هذا. أوه حلو، أنا أقدر أخش طبعا بالجدار هذا. الصناديق ما تقدر تخش الجدار الشفاف هذا. هنا نحط هذا عشان أقدر أمشي. عاد لازم هنا طبعا الفكرة، لازم نجيب صندوق ثاني أكيد، لأنه لو أنا شلت الصندوق هنا ما أقدر أطلع يعني. هذا الصندوق الثاني حلو بكل بساطة المفروض. أوكي عاد المشكلة هنا أيضا زر، فأي الزرار هنا مشكلة، ما أقدر أدخل، ما يقدر. لازم نرجع نفس العملية، نضغط على هذا الزر نشوف إيش صار من وراء هذا الجدار. يعني هذا المفروض هنا، والله ما أدري. أنا أعتقد إنه حركتي هذه غلط طبعا. أوه شايفين كيف عاد، كيف يطلع، كيف أطلع عاد من الجهة اليمنى عشان هنا؟ ما أقدر خلاص، الليزر قدامي، ما في شيء اسمه نط. هذا اللي لازم نسويه الحين، ضغط هذا الزر عشان يفتح هذا الباب واطلع. بس عاد كيف هذه؟ خلاص هذا اكتشفنا هنا، هذا ثابت، هذا المكعب ثابت ما في كلام. هذا عاد لسه جاي بدري، جاي دوره بعدين. شوف الان هنا اثنين اكس، هنا صح واكس عاد مني منا على كلام القطري يوسف سيف. اوه في نط قد عاد، في نط يا شباب، في نط. اكتشفنا النط، اكتشفت النط الحين عاد. لدام في نط، نشوف عاد ماذا نفعل. نشوف طبعا كذا الموضوع ان شاء الله يعني يكون اسهل يعني من يعني من اللي كنت متصوره قبل يعني. بس انا والله ما ادري وش انا متصور اصلا يعني، بس متصور شيء. ممكن هذا المكعب كبداية ما يكون هذا هنا اكيد يعني، ممكن هنا. بعدين نشوف ايش يصير، انقلوا هناك تديله عبيله وديله هناك وديله. حطيناه هنا، ايوه ماذا مشبك هنا، ما نقدر، في شبك ورا الشبك. الحين من هنا يجي ونحط المكعب هنا خلاص رسميا. عاد الان ضغطنا اثنين زرين مع بعض عاد. بعدين نشوف والثالث فين، زرين والثالث فين. اوكي عاد هذا خلاص، هذا نطلع ابوه. اوفا يجي يقدر يطلع بس ما يقدر يخش. حلو يقدر يطلع بس ما يقدر يدخل من جهة ثانية. الجدار هذا يحطم من جهة واحدة. حلو الواحد يجرب طقطق كذا. جربنا النط والحمد لله، مع اني ما اظن، ما ادري كيف فادني النط، ناسي انا كيف، بس اظن فادني حركة المكعب تسحب من طرف جدار هذا ايضا. الحمد لله جربت ونفع، فالله اكبر الحمد لله. نشوف الان هذه
نرجع يعني جربنا هذه الـ يعني الـ الخريطة أو المرحلة الموت. If the enrichment center is currently being bombarded with fireballs, meteorites, or other objects from space, please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. هذه مرحلة التقديم. رجعنا رجعت لتختيم اللعبة. رجعت اللعبة الرسمية الأصلية. يعني اللعبة الأساسية. وليست هذيك الأشياء الإضافية اللي تلازم تود لعبتها كانت شيء إضافي كانت مرحلة يعني من صنع الهواة اللعبة دي وناس أضافوا طيب أضافوا مودات هنا الآن نشوف الآن أوكي الآن وش نسوي انا ليش كذا بالمكان هذا وليش ولا شيء نقدر نحفر فيه بالجدار ما ادري والله ممكن هنا بس عادي شو استفيد لو حطيت هنا ما هي الفايده والله ما في فايده من هنا ما في فايده اوكي نشوف الان ممكن ما في اي طريق ما في اي طريق يا ناس ما في اي طريق يا صديق والله مشكله ممكن نط زي ما كنا قبل شوي ما فيه حتى النط وحتى كل المحاولات عاد تحاول تقرا ما فيه يعني ما فيه يعني شيء واضح هنا ما في شيء مفهوم نضغط هنا والله هذه الحين اصعب مكان واجهته باللعبة حقيقي أصعب مكان باللعبة والله المستعان هذا أصعب مكان والله يعين يعني بترك هذا الجزء دون يعني دون أي يعني اختصار للفيديو يعني بتركه عشان تكونون بالصورة يعني قديش الواحد حاول وقديش تعب يعني عشان حتى الآن والله ما إلى الآن مو قادر حاولت وفكرت بكل مكان الحين ما أدري والله يعيني والله حاولت هنا وهنا وهنا حاولت كل شيء كل اتجاه قدرته ما في ولا أشوف في شيء مثلا بالجدار أو شيء زي كده فمن جد انا اتوقع الزر هذا في شيء فوق مثلا يطيح عليه ما ادري حتى مو بشغال الليزر على الجدار هذا اوه طيب هل والله ما ادري يعني صراحة هنا ما ينفع شيء ما اعرف فعلا ما اعرف ما هو واضح اي شيء ما واضح وين مكعب ولا في اي يعني كفكرة كذا انه شيء يطيح او كهنت كذا يعني عطنا كذا معلومة بسيطة كذا مثلا عطنا تغشيش ما في عطنا كذا لمحة كذا ممكن يصير في شيء يعني مثلا ما في أبد والله العظيم شعور كذا الحجرة كذا ما الأم داعي يعني من جد تحس انك يعني فعلا 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 منحجر هنا ممكن ننزل حتى النزول هنا ما ينفع هذه اللوحة حلوة ما قلنا شيء حلوة كذا كأنك جوا مول كذا مثلا أو جوا مطعم أو جوا يعني إيش هذا إيش اللي صار والله ما أعرف يعني بالضبط يعني أنا حطيت
حطيت ممر، حطيت باب، حطيت باب بالجدار، الآن ضربت بالأرض ونزلت وطلعت. فهذه فكرة اللعبة، يعني هي نقطتين، نقطة يعني باب من هنا وباب من هنا، وانت مر تخش سواء بأي مكان يكون الباب، أهم شيء يصير متفاعل، متفاعل الضوء، ضوء أزرق وضوء أصفر، هذول الاثنين. يعني طلعت الأرض أقدر أسوي عليها الأبواب هذه، سبحان الله كذا، يعني طلقت كذا طلقة يعني بدون يعني خلاص، يعني فقدت، يعني فقدت الأمل أنا، بس ما يعني الحمد لله، الحمد لله. بغيت يعني أكره اللعبة القريبة، كنت ناوي، كنت على وشك يعني أقفل اللعبة مثلا وخلاص، يعني أكره. فالحمد لله. واو واو، شوف كيف شغلنا درج هنا، حلو حلو شكله ذا، كانك جوا مركبة فضائية أو شيء زي كذا، تشبه ال عارفين المسبار الفضائي مارس كذا أو شيء، مارس كوكب مارس اللي ايش فيني قاعد أخبص يا شين، اللي يجمع كذا سوالف معينة ولقط لك كذا سوالف شافها بالأخبار، تعرف مسبار الفضائي اللي راح المارس تقريبا كذا عجلاته. أوكي زين، تضغط نزل لك صندوق هنا، إذا طلبنا مكعبات من توليشيك، هذا النوع يعني من أفضل أكيد نوعيات جلوشيك. هذا ممكن زي ما قلنا لكم الطريقة، نفتح باب هنا، نسوي ممر ميتافيزيقي من هنا مثلا، نحط هذا، ما أدري وش بيصير. أيوه شفتوا كيف العملية، تفتح الأبواب هذه، وهيا هيا هيا، وبعدين عاد يعني تمخمخ شوي، تفكر عاد، هذا يفتح، هذا ينزل الدرج، هذا يسوي درج، حلو عرفنا انه يسوي درج. عاد وين يودي الدرج؟ السلم مثلا ببعض اللهجات، نشوف نفكر عاد، نطلع الدرج نشوف، نضغط هذا الزر، زر ما ادري، هذا الزر يخرب علينا، ينزل لنا مكعب جديد، طبعا ما اقدر الا مكعب واحد كل مرة، انا كنت بسوي ذكي مثلا انزل مكعبين بس ما ضبطت. عاد بفكر الحين، بالاكيد هذا الزر عشان الدرج، هذا شيء اكيد، معليش انا بحاول عشان يعني نتعلم من اللعبه سوا، عشان اللي يحب هذه يجرب هذه اللعبه يكون عرف، او اللي يفكر مثلا يعني يشتري هذه اللعبه. شوف فيه، اوه حلو، هذه فكرتي الحين، نزلوا هنا، ايوه اوه لا 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 لا، لازم نقفل الطريق عليه. آه 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 آه. حلو 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 كذا، عاد قفلنا الطريق طبعا، حلو طبعا، لازم توقف العملية لانه هذا ينزل كذا. فحلو حلو حلو حلو، عجبتني جدا، عجبتني كثير 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 كثير، هذه المرحلة عجبتني كثير، حركة فيها ديناميكية. Well done. The Enrichment Center reminds you that although circumstances may appear bleak, you are not alone. All Aperture Science personality constructs will remain functional in apocalyptic low-power environments of as few as 1.1 volts. نروح لمكان آخر. هل عجبكم الفيديو؟ إذا عجبكم اعطونا لايك، لا تنسون. وإذا تبغون نكمل بالسلسلة قولوا لي بعدين. Thank you.
بترككم مع جزء من اللعبه اسمه انيجما بروتوكول. كذا نطالعه كذا، اللي يحب يكمل يكمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. You don't have a way to communicate that you feel pain. Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Commence standing by in 3, 2, 1. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old times. Test your device by portaling to that ledge. Non-defective turret testing active. Oh good, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test.
Not bad. I forgot how good you are at this. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do.